وثانيا يقول لك ما الدولة المدنية، ما لقيتش الدولة المدنية. فأنتم كنتوا تأيدوا في الدولة العسكرية، أنتم أيدتوا الهجوم على طرابلس وقتل المسلمين، واليوم جايين تتكلموا باسم الدولة المدنية. أنتم أبعد ما يكون عن الدولة المدنية. نحن أنصار الدولة المدنية، والدولة المدنية لا تعني الابتعاد عن الدين، لا، الدولة المدنية مش ما يضحكوش على الناس، أحفظوها يا ليبيين، أحفظوها يا ليبيين. وهذه أرجو أن الإخوة في التناصح يقطعها، الدولة المدنية تقابلها الدولة العسكرية، والدولة اللي تحكم بشريعة الله يقابلها الدولة التي تصد عن سبيل الله أو العلمانية. ما تدخلوش، ما تضحكوش على الناس بالمصطلحات. أنتم ميتوا العسكر، معناها أنتم أعداء الدولة المدنية، ما يضحكوش عليكم. هم يأيدوا في العسكر ويجي يتكلموا عن الدولة المدنية، وهؤلاء هم أعداء للأمة الليبية، لأن يتكلم بجهل وبغير تدقيق في مستقبل الأمة هو عدو للأمة الليبية، مهما قال من كلام ومهما حاولوا يبرروا.